السلام عليكم، كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. حبيت أعملكم هذا الفيديو عشان أحكي لكم خبر سعيد جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله يكون سعيد جدا بالنسبة لكم. بس قبل ما أحكي هذا الخبر بدي أحكي نقطة صغيرة، إنه كل شخص فينا في عنده أهداف بحياته، في عنده أحلام، ودائما بحاول إنه يحققها وبتعب ممكن عشان يحققها. بس هل سألت نفسك لما توصل لهذا الهدف أو الأهداف اللي أنت حاططها بحياتك شو راح تحس؟ هل راح تحس بالإنجاز؟ هل راح تحس انه انت خلص ما راح تحلم مره ثانيه، ما راح تحط اهداف جديده، او راح ترجع تحط اهداف جديده وترجع تحققها؟ بصراحه هذا الموضوع خطر ببالي، لانه مش هذا هو الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياه. الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياه ممكن في كثير ناس غافلين عنه، وانا واحد من الناس اللي كنت غافل عنه. احنا وجودنا بالحياه عشان نرضي رب العالمين، نعبد رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا امرنا، لقوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمش مشكلة يكون عندك أهداف، بالعكس صحي جدا أن يكون عندك أهداف، وصحي جدا أنه أنت تحاول دائما أنه أنت تنتج وتعمل الشغلات اللي أنت بتحلم فيها. بس يكون متناسق هذا الهدف مع هدف وجودك بالحياة، هو عبادة رب العالمين، ويكون كل شيء انت بحياتك بتعمله عارف انه في صح وفي غلط، وتحاول دائما تعمل الاحسن. فبالنسبه لي بصراحه الهدف اللي انا كنت ماشي فيه والحلم اللي انا كنت عم بحاول احققه بصراحه ما بيرضي رب العالمين. واغلب الناس اللي قراب مني بيعرفوا ان انا من زمان بحكي لهم رح يجي يوم واني انا اوقف. فالحمد لله وفضل الله اجى هذا اليوم، وهذا هو الخبر السعيد جدا. انا حبيت احكي لكم انه الحمد لله أنا اعتزلت الغناء، وبشكركم على دعمكم المستمر جميعاً، وبتمنى إنه هذا الدعم يستمر لقدام، لأنه هاي معناتها مش النهاية، بالعكس مش راح أختفي، يمكن راح تشوفوني أكثر، راح تتعرفوا علي أكثر على طبيعتي، وبتمنى تشاركوني رحلتي الجديدة. وشكراً جميعاً على كل دعمكم، وشكراً جميعاً على كل هالسنين، وبتمنى اللي جاي يكون أفضل إلي وإلكم، وبتمنى لكم الخير. شكراً لكم، وراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.